حولت قابلية رئيس جمعية قدماء وزارة التصليح والاتصالات العامة في رده عن الأسئلة أسئلة الصحفيين وسؤال المتعلق أساسا بالأسرار التي كانت بالمخابرات الجزائرية إبان الثورة والشخصيات كذلك التي ساهمت بشكل كبير لكن تم تخوينها. فلنستمع. في تداول أن هناك مجاهدين كبار كانت لهم مساهمات سرية كبيرة أثناء الثورة التحريرية، لكن لأسباب سرية عملياتهم اعتبروا من منظمة المجاهدين أو جبهة التحرير حركة وخونة. لماذا ثبت معقبتهم والتشهير بهم من طرف الأسرة الثورية بمجرد أنهم لم يشهروا بأعمالهم السرية التي قاموا بها في الثورة التحريرية؟ سيدي توضيحات اكثر في هذه المساله. والله ما سمعت ما فهمت والو. قلت بجد يا اخوي الله يصلحك اسمح لي بك. لا لا معليش وضحت. هناك مجاهدين كبار كانوا يعملوا بسريه تامه اثناء الثوره الجزائريه وبسبب سريه اعمالهم الثوريه اعتبروا خونه من طرف منظمه المجاهدين او جبهه التحرير. سيدي ماذا سيتم اعادتهم لاعتبار ولماذا اعتبروا خونه؟ بسبب انهم لم يشهروا فقط باعمالهم التي قاموا بها للثوره الجزائريه. شكرا. لا هذا يقصد شو استاذ مكتبك على سبيل المثال هو وزير في حكومه ديغور سنه 1957 والمجاهد شهيد صالح وعكوير. شوف المالك كان مسؤول على خلايا نتاع المخابرات. مالك جيري دي سيرفيس دو رونسينيومون. دايور لو سيرفيس دو رونسينيومون دوران لا ريفوليسيون ايتي ان سيرفيس اونيك. Il n'y avait pas plusieurs services de renseignement, il y avait un seul service de renseignement qui est l'ICAN, يشرف عليه عبد الحفيظ بوسو. ومن هذا المنطلق كان عنده عدد كبير من المساعدين ومن المحبين حتى إذا ما همش مناضلين ولا حتى ما إذا ما همش مجاهدين. Il faut aller chercher le renseignement là où il se trouve, même chez l'ennemi. Bon, هادو فيه أصدقاء اللي قدموا يعني أشياء نبيلة. واحد كما صالح بوعكوير كان المساعد الأول نتاع الغوفرنور جنرال في الجزائر. C'était le secrétaire général adjoint du gouverneur général chargé des affaires qu'on appelle le choun iqtisadiya. Et lema houa chakhsiyan houa li tassal li awwal marra b Farhat Abbas tlaqa ma'ah fi New Delhi. Abbas kan dakhal min safar min rihla الصين وتوقف في نيو دلهي وهذا كان في زياره تما ما عرفناش وجا هو هذا في الكتاب نتاع فرحه عباس يقول باللي جاء تقدم ليا وقال لك جاء قال لي نحيي رئيس الحكومه المؤقته مرحبا بك انا نقدر نساعد راني ماذا بيا انا جزائري نساعد من بعد خلاه عملنا معاه الخيط ما بين بوسوف وبو عكوير وبو عكوير قدم ما قدم قدم اولا المشروع نتاع قسنطينه البلانت كونستانتين تطلق البنيه نتاع مشروع قسنطينه ثم قدم ملف كبير جدا حول النوايا نتاع فرنسا فيما يخص سياسه البترول في الجزائر هذه راه عندنا عليها كل الوثائق اللي قدمها ولذا يعني حتى اذا كان شارك ولا عاون ولا دعم الثوره ساند الثوره في مده متاخره يعني هذه النتيجه نتاعها كانت القتل نتاعو من طرف المصالح الخاصه الفرنسيه ولذا لابد ينال كلمة شهيد الثورة ولكن مش غير هو في العديد اللي كانوا في الجزائر العاصمة يخدموا
مع المصالح نتاع المخابرات اللي كانت موجوده هنايا في قلب العاصمه. ولكن كانوا يطلبوا شرط، قال احنا اذا نخدموا مع هذه المصالح نتاع المخابرات نتاع المالك ماذا بينا ما تكونش عندنا علاقه مع المناضلين والمسؤولين نتاع الناحيه هذه. لماذا؟ لان هذا كان كل يوم يلقاو عليهم القبض، كان سهل يعني ان انتيروغاتوار يجر 10 15 واحد. قال لك يا ودي احنا باش نضمنوا لنفوسنا الامن ماذا بينا اتصالات تاعنا يكونوا الا مع ناس من الخارج، وحنا برواحنا نبعثوا لهم عن طرق مختلفه. وانا اعطيكم مثال نتاع وحده كانت كاتبه، كانت كاتبه عند لاكوست سموها فضيله عطيه، هذيك كانت تجيب لي دوبل تو لي دوبل تاع لي دوكيومونس الوثائق هذيك، كانت تقدمهم المسؤول نتاع الخاليه اللي كان هنا، وهو معروف ثاني مؤلف كبير محفوظ قداش، تقدم له هذوك. ومن بعد كي جات الاستقلال يجوا جماعه نتاع ياسف سعدي تاع المنطقه لا المنطقه الحره لا زون اوتونوم، حكموها بغاو يشارعوها لانها كانت خائنه، كانت سكرتير تاع لاكوب. اذا حتى داخل المارك في ذاك الوقت عاد باش هي وغيرها، كان واحد اخرى نفيسه نقود وغيرهم من فيه دي ديبيوتي، دي ديبيوتي كان ديبيوتي عند فرنسا، والسياره نتاعو تمشي للالمان، هذيك السيارات يعني يوقع فيها الترافيك يخزنوا فيها الاسلحه وتدخل هنا للعاصمه. دخلت في السياره تاع ثلاثه تاع لي ديبيوتي تاع السيناتور تاع غيليزان، ثلاثه تاع لي زوطوبيس معمرين سلاح دخلوا الجزائر باش قدروا يتحداو اللو اس. دي ديزان دي ديزان دو بيستولي دو غرناد دو هادو كلهم عندنا دلائل عليهم. نو زافون دي روسو كيسموه رحي كومون عز الدين يعترف باللي لا روسو 600 بي ا واحد 150 بي ام اي دي كونتيتي اكسترودينير دو مونيسيون بور لا زون اوتونوم في الفتره هذيك نتاع لا بيريود ترانزيتوار من طرف الجماعه اللي كانوا يخدموا مع المال. اذا بون صالح بو اكوير، صالح بو اكوير حتى كيما عبد الرحمن فارس اللي كان هو بروحه يخدم مع الجبهه مع المال، هو كان لما عين عليه الطريق نتاع البولفار تيليملي كان عارف علاش، وكان معاه مصطفاي، كان معاه بالعيد عبد السلام في الاكزيكيوتيف بروفيزوار، كلهم عارفين باللي ما هي المساهمه نتاع صالح بوعكوير، حتى سموا عليه هذاك الشارع. ولكن كي جا سي بوضياف الله يرحمه، جاء هو كان في السجن من 56 حتى 68، قال شتا هو هذا البولفار نتاع هذا لو تراتر اتسيتيرا نحيوه. معليش نحاوه صح، فضلوا عليه كريم بالقاسم، طبعا كريم بالقاسم يفوت 100 درجه قبله، ولكن بالاقل ما توسخوش. وشكون اللي يتكلم عليه الاول؟ انا اللي تكلمت عليه الاول في 92 و93، ثم عاد بدينا استثناء الجمعيه نتاع المارك. وانا نعرفش العمل نتاع بوعكوير، انا ملي كنت في المركزيه نتاع الرونسينيومون التقارير نتاع بوعكوير كانوا يجيو لعندي انا. وذاك الوقت انا قلت وما تكلمتش عليه بدون ما نشاور عائلته، عيطت شريف ابنه راه توفى ربي يرحمه، قلت له شوف انا راه غاضني الحال باش باباك يتمرمد كما راه تمرمد اليوم ويحطوه كانه خائن، ولكن انا قادر نقول كلمتي وندافع عليه، ولكن بشرط انت بالاذن نتاعكم، وربما فرنسا راهي تعطيكم شي منحه ولا راهي تعطيكم شي بعض المزايا وكذا. قال لي شوف الشرف نتاع العائلة فوق كل اعتبارات أخرى مادية. وهكذا بنينا على مستوى المال، تكلمنا عليه وتكلمنا على ناس أخرين، تكلمنا على برك روك، تكلمنا على برك روك كان سكرتير ديتا في الحكومة نتاع
نتاع بورجاس منوري 57 58 هذاك ثاني خدم بني. وعلاش هاد الناس كاع ما قدرتش تبين روحها في 62؟ لاخاطش اللي كان حاميهم بوسوف اللي كان حاميهم وكان يعرف مصيرهم ومسيرتهم هذاك اختفى من الحكم. اذا اللي جاوا من بعده لا بن بلة ولا بو مدين ولا غيره ما يعرفوهم. هذه نجيب لكم يعني شبه نكته. في 59 مع سي يزيد كنا في وجده قدمنا لليطا ماجور عرض عن السدود الحدوديه يعني براج الكتريفيه وبالماكيت درنا ماكيتا وهكذا كيفاش يخدم الكهرباء كيفاش المينات كيفاش كذا كيفاش كذا كذا. جاء شريف بن قاسم الله ربي يرحمه جمال قال ليزيد اسي يزيد قال له هذه المعلومات منين جاتكم انتقلوا بومدين. قال له شوف يا جمال هذا السؤال عمرك ولا تعاود تقوله هذا عمرك ما تعرف منين جاتهم المصادر نتاعهم لي سورس. قال له لي سورس تاعهم ما عمرهم ما يبينوها هكذا. اذا اللي كان قريب وكان تقريب هو يشرف على علينا قال ما على بالوش لي سورس نعطوه المعلومه بس ما نعطو ما نقولوش منين جات ليه ولا لغيره. هذه كانت يعرفوها وسي سي سي علي الشريف راه موجود هنا وجماعه راه كاع اللي كانوا هنايا ما كاش اللي يقول لك اي. يعطيكم الصحة بارك الله فيكم. إذن مشاهدينا الكرام ختام هذه الندوة التي نشطها